اللي تحكم في المصائر ديالنا. الاسئله كلها غطرحوها على بعضياتكم، غطرحوها على نفوسكم، وتقولوا باللي راه حنايا كنتحملوا جزء من المسؤوليه وجزء من الاحتقان اللي كنمروا به. وإلا كانت المدينه ديالنا ما فيهاش فرص الشغل، كاين وسائل حدا اخرى اللي هي بسيطه نفكروا فيها. مدينه العلم تنقولوا، علاش ما نردوهاش مدينه العلم والرياضه؟ عندنا الحمد لله كل الامكانيات ديال العلم وديال الرياضه في هذه المدينه. دول حدا اخرى بنات الامجاد ديالها غير بالرياضه والعلم. علاش حنا نبقاو نفكروا دائما الشاب المغربي الفاسي بالخصوص كيفكر على معمل، كيفكر خصو يخدم في معمل، كيفكر خصو يمشي ما كاينش افاق العمل، لا نستثمروا في الرياضه. وانا كندعي حتى المستثمرين ديال فاس والناس المستثمرين والناس كما كنقولوا حنايا اللي غيورين على فاس انهم يستثمروا ويامنوا بالكفاءات ديال الشباب ويامنوا باللي مدينه فاس راه تقدر تخلق اي حاجه في اي وقت. ولا عاش من خان مدينه فاس، وتحياتي لك. السلام عليكم. في اطار المجلس العلمي، في اطار اوزون، كاين مدرسه ابتدائيه، ماشي مدرسه، مدارس، وعندي دي فيديوهات ديالهم عامرين بالاسبان، لدرجه العام اللي فات كنت درت حمله نظافه حدا المدرسه 14 كاميو اللي تهز ديال الزبل وبقى. فبالتالي قال لك الكاميو كيجينا مره واحده من الاثنين للاثنين، هذا الا كان متاح. 14 الكاميو ولات المزبله نفس المدرسه، الاطفال كلهم مراض، حيت ملي كتحفلهم ونقوي عليهم سيرواجي تيطلقوا لها العافيه. الدراري كلهم مراض، الاساسي كلهم ولا عندهم مرض في العينين، وتيتشكاو المدير تيقول لهم هذا منكر، تيربطوا حداهم حاجه البهايم البغال تيعفسوا في الاولاد، وتتجي لومبيلونس تزد جوج الاولاد. ومنين مشات الام عند القايد قال لها هذا ماشي دخلي، سيري شوفي المجلس. اوزون قال لها هذا الشيء ديال السلطه هو داك اللي بغى يحيد. جابوا العواد حطوهم تما، خرجوا للفاعي في الصيف دعوا ثلاثه الاطفال وتهزوا ايرجونس، ومازال نفس المشكل حدا المدارس الابتدائيه ديال زواغه. وراني عاد صورت فيديو، ها هو عامر بالازبال والدخان وكلشي تيتشكى ويقول لهم من هذا من كار. اذا شنو الحل؟ واش الحل عند اوزون؟ انا بغيت نعرف واش الحل عند السلطه ولا عند الجماعه اللي كيمشي واحد تيرمي كل واحد؟ الحل عند المسؤول اللي مسؤول بالنظافه اللي هي الجماعه. الجماعه هي المسؤوله على النظافه. خصك ديري رساله كجمعيه، خصك ديري رساله كجمعيه للمجلس ديال الجماعه العمده وطلبي الاستعطاف، ربما يرضى باش يخرج يجيب لك الكاميونات ينقي لك الزبل اللي هي راه في الكيد شارج، خصها تنقى. اللي راها في الكيد شارج خصها تنقى مدينه فاس. تقول لك عندهم كاميون واحد وتجي يدلوها من راسها. لا خصنا هذه النقطة اللي عليها كنهضروا، خصنا نحترموا الكيد شارج. واش فاس معطي لها كاميون واحد ولا جوج كاميونات؟ راه هذا هو المشكل. لما بدنا نهضروا في أي موضوع في أي نقطة ودرنا فيها التدقيق راه كارثة. راه النظافة كتدي ما بين الكونترا الأولى والكونترا الثانية 17 مليار فاصلة 600 ولا فاصلة 700. إذا هاد الشركة هادي كتدي تقريبا مليار ونص في الشهر باش توفر لك أنت النظافة. هاد المسؤول اللي عليها واللي مكلف بهاد القطاع ما عندي ما نقول. أنا نبغي واحد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بغيت نسأل الإخوان لما تعرفوا بمدينة فاس، مدينة فاس مدينة ديال 12 القرن، عيب وعار توصل لهذه الحالة اللي وصلت ليها، عيب وعار توصل مدينة فاس إلى ما آلت إليه. غياب التواصل ديال المنتخبين، العمدة ديال مدينة فاس يسد أبوابه أمام جمعيات المجتمع المدني وأمام ساكنة مدينة فاس، لا يمكنهم الولوج إلى المعلومة، وحق المعلومة متاح في أن يوصل الإنسان للمعلومة. مدينة فاس أجهدت تماما من خزائنها، أجهدت من معالمها. كنشوفوا الآن القطاع ديال النقل
هو اساسي مدينه فاس. واش مدينه فاس تعد من اكبر المدن المغربيه بحيث ان ما كاينش طونسبور. واش عيبات لك كانت دارجه مع 39 و25 وزيد والسيكوند و47 بزاف د الخطوط اللي عليها اكتضاد كبير ما كاينش الحل ديالو. فاش تمشي تفهم مع الوكاله كتقول شوف حنا مع الشركه المسؤوله كتقول حنا عندنا الكارنيتاج قليل حنا شنو مع الجامع فاش كنمشي نشوف المسؤول على الجامعه السي البقالي كيقول لك اخويا انا درت التحملات اللي جابت لي مازال ما كملاتش ليا. واش هذا السيد اللي مازال ما طاش درت التحملات كامل لهاد الشركه الموكوله بها بالنقل ديال مدينه فاس بالله عليك هاد الكارثه فين باغينها توصل؟ فين باغين هاد فاس توصل؟ ومستنقع الدماء واش نبداو نتقاتلوا في عباد الله في الطوبيسات والكريساج ديال الطوبيسات السيكان وهادي وهادي والاكتضادات بالنسبه للخط ديال 6 ديال الطلبه فين راه هو؟ ما بقاش. علاش قطعوا؟ قال لك خط مباشر ديال 13 كيطلع ديال مفتوح. اوكي ما عليناش. حنا الاخوان كنطالبوا المسؤولين ديال مدينه فاس اعاده النظر لمدينه فاس واعاده الاعتبار لمدينه فاس من كل الحيثيات سواء الشق الرياضي او الشق الثقافي او اي شق. حنا بالله عليكم قعدنا مدينه فاس من اعرق المدن وكيتبقى اننا خصنا ندوا الاعتبار ليها من المجالس ديالنا. خصنا اذا ما كانش السيد العمده قاد انه يزيد بهذه المدينه يخرج يعطينا يقول لنا ما قديتش الله يحسن العوان لهذه مدينه فاس نخرج ونجيبوا نخب جديده نخب شابه قد ان تسير مدينه فاس. ان مدينه فاس ما خصها رجال كما كيقول الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خصها الناس اللي قد ان يزيدوا بهذه المدينه ماشي الناس ديال التصاور والبروتوكولات نمشي ندشن جهه ونمشي ندير مشروع بجهه ونتصور به. داك الكيران اللي محروقين عندنا في حي الفرح لمن غنديوه؟ نديوهم العباد الله نبيعوهم بالكيلو داك الحديد نفركوه كامل بياس ديال طاشين نبيعوه بالكيلو ونجيبوه العباد الله ولا فين غنمشيو بهادشي؟ زياده من المسائل الرياضه بالله عليكم مرجان كيعرفوا داك التيران ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي طلق سيدنا وانا داك التيرانات فين وصلوا؟ شوفوا الحاله ديالهم فين الاصلاحات؟ جوج الملاعب اللي تهيكلوا فيهم جوج الملاعب اللي تهيكلوا فيهم فين مشاو؟ زيادة على ذلك باش الإخوان ما تنساوش واحد النقطة غنتيرها الناس ديال المقبرة اللي كانت ديال واد فاس ما بقاوش كيدفنوا فيها فين غيوليو يدفنوا؟ كيطلعوا أم المقبرة الفوقاني ديال أم طهمو أم طهمو كاينة المقبرة الثانية اللي هي اللي في جنب الواد ديال الجنب الواد ديال الدوحة الجنب ديال الدوحة من الجهة التحتانية كيدفنوا فيها كاين المقبرة تي بشحال الإخوان؟ 550 درهم بعد ما كانت مجانيه واش غنوليو نخلصو على المقبر؟ الناس اللي ما كاينش الوعاء العقاري كاين الوعاء العقاري كاين الوعاء العقاري بمدينة فاس ولكن الاخوان الناس ديالنا الله يهديهم الله يهدي هاد الناس على هاد المدينه بالله عليكم زيدكم واحد القضيه الاخوان شكرا اكتفي بهاد القضيه خليت صوتك شي صوتك شويه اليوم عندي تدخل الجماعات عفوا الصوت ديالك غير حمص ايه حاول تروح الجماعه اولا عندنا الناس اللي تصوتوا اولا كاين الناس اللي تصوتوا بالفلوس باش نقول لها نوصل هذا النداء لجميع المواطنين الناس اللي بيعوا الدمار ديالو الناس اللي بيعوا الاصوات ديالو هذا هو السبب اللي خلى اسمها الله من الله انا عون عريضي من جماعه الزاد شهر واحد هبطوا علينا فيه فاش مشينا عند السيد العمدة باش ندخل عندو سدو علينا البيبان كيهدونا بمجرمين بالبيبان من بعد كذلك العدد ديال الناس اللي توقفوا 13 واحد اللي وقفوا علاش؟ على داروا احتجاج في مدينة فاس على حساب باب الجماعة على حساب تيطالبوا بحقه واش هذا ظلم؟ هذا هو الظلم هاد الناس بعدا غير قانونيين بعدا بالصويت ديالهم 6 ديال مليون مصوتة في المغرب وين هاد النداء هذا كنوجه لجميع المواطنين باش يشاركوا في التصويت يشاركوا في الانتخابات لاقاش هذا هو السبب اللي خلصنا حنا الله والله
واحد اخر تمشي معاك الكرامة ديالو هو ولادو تشريو بألف درهم، هذاك اللي تشريو بألف درهم زعما تبيع الكرامة لهاد الناس كاملين، تبيع مالية الناس كلها، تبيع 20 مليار ديال الدرهم اللي جات جات الناس وكذا، خش هذا مع سيدي عمده ولا سيدي عمده الله يسلم بخير، حل مشاكل هاد الناس اللي العدد الناس اللي مضرورين بالحق ديالهم ولا يسلم على شهر واحد، عيا واش الدور ما عندهاش؟ الدور راه عندها. صاحب الجلاله سيدنا الله يسلم طولنا بعمره. حنا كنا خدامين مع الملك ومع الشعب، ما خدامينش مع الجماعه. حنا خدامين مع الملك ومع الشعب، مع سيدنا الله يطولنا بعمره خلينا الله بركه. ماشي غير الملك بوحدو سيدنا الله يسلم اللي خدام مع الشعب ديالو. والناس في الوزاره تتخبعوا. كاين الناس في الوزاره اللي تتخبعوا. كاين الناس اللي غير قانونيين بعد اولا. حنا عندنا نرجعوا لجميع المسؤولين. والتحية لجميع المواطنين. وحنا كنشكروا المعطاء ديال الصحافه ديال الشيخ فهد، كنشكروا المنابر الاعلاميه اللي رافقتنا هذه المواهب، كنشكروا الجميع على المساهمه ديالهم على الحضور ديالهم على الغيره ديالهم على مدينه فاس، كنشكروا المتدخلين على التنوير ديالهم للراي العام، وكنتمنوا ان هذه كتكون يعني بادره اللي مازال غيتبعها ان شاء الله بوادر وحدين اخرين اللي مازال غنطرقوا لمجموعه من المواضيع اليوم. فاحنا هضرنا بشكل عفوي وبشكل اجمالي على مجموعه من المواضيع. في المرات المقبله غادي نخصوا كل يعني لقاء غادي يخص غيكون مخصص يعني لموضوع معين او قطاع معين باش جميع يعني المتدخلين يكون عندهم فرصه انهم يناقشوا من جميع الجوانب. فكنشكركم جزيل الشكر على الحضور ديالكم، شكرا جزيلا.